وأخرى على كف عاشق، قالت لمن أهدي جنوني وما زالت هناك على كف الانتظار. امرأة ما بين الشمس والقمر، الفرح والحزن، الضحك أحياناً والاندهاش أحياناً أخرى، ما بين العشق والفراغ، الإحباط والنجاح، امرأة ما بين العقل والثقل مرة والجنون مرات أخرى، ما بين الرقص والسكون، امرأة في منتصف المشاهد. هي لا تمشي عكس التيار، لا تتحدى، لأنها تيار بذاتها من كل ضد وضد. لوحات وأخرى على كف عاشق، بوابات مرور لمشاعر، أحاسيس ومواقف مختلفة، فمن مملكة الهوامش وعرشها إلى اللا حوار والصمت، فحكاية الجدران إلى مجموعة كراميل. كان للباستيل الفحم الأكريليك ورق الذهب وورق الأبرو نصيب من حكاية لوحاتي، وأخرى على كف عاشق، وغيرها على كف عفريت. ولمخيلتنا الخيار في تحديد المزيد من الكفوف. تلك هي المرأة في كل مكان دون حدود، هويات أو مسميات. بدون ثقافة لا يوجد مجتمع، وبدون فن لا توجد ثقافة، فالفن لا موطن له ولا لغة، فهو من القلب إلى القلب.